ينضم إلينا من رام الله عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بك ومرحبا معنا سيد عبد الفتاح. كيف تنظرون إلى الدور الأمريكي وهذه الزيارة؟ لأننا كنا نتابع منذ قليل لحظات مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من إسرائيل، وهي جولة خامسة في ظل التصريحات التي تخرج ولا زالت تخرج من الجانب الإسرائيلي وعلى لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل ليست ملتزمة بأي قرارات أو التزامات قد تخرج من الصفقة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها وعن الرد الإسرائيلي الرسمي لها. تحية لكم بداية للمشاهدين الكرام، وهذا هو حقيقة ما يجري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن الحل عند من ليسوا عقبة أمام أي حل، وأقصد نحن الفلسطينيين ومن هم معنا من الأشقاء الوسطاء الذين يبذلون جهدا كبيرا لوقف العدوان عن شعبنا والتوصل إلى اتفاق وصفقة تبادل أسرى. المشكلة الحقيقية هي هناك، نعم، عند نتنياهو وتيار اليمين المتطرف، ائتلاف نتنياهو في حكومة الاحتلال، وهم من أفشلوا الزيارات السابقة للسيد بلينكين وأفشلوا هذه الزيارة أيضا، لأن أمريكا لا تريد أن تأخذ موقفا ضاغطا حقيقيا، وهي التي تستطيع أن تجبر الاحتلال على وقف العدوان وعلى القبول بالاتفاق وعلى القبول بالصفقة وعلى القبول بأي شيء تريده أمريكا ترى أنه يجب أن يكون مفتاحا للحل. لكن من الواضح أن أمريكا لا تقوم بهذا الجهد الذي يجب أن تقوم به، وبالتالي فإن زيارات السيد بلينكين لا تخرج بالمطلوب من هذه الزيارة، والتي هي بالنسبة لنا فلسطينيا وقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني والانسحاب من قطاع غزة الذي لم يبقى منه شيء، وإعادة الحياة إلى القطاع، وأن تكون أمريكا جادة فعلا في فتح مسار سياسي حقيقي يفضي إلى دولة فلسطينية، على اعتبار أن الكل يدرك اليوم أن الحل فقط يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته، وأن المشكلة وأصل المشكلة هي في الاحتلال، هي في العقلية العسكرية الأمنية الإجرامية، وهي بهذا المشروع الصهيوني الذي يسعى لتوتير كل المنطقة ولنقل المواجهة والصراع إلى كل المنطقة، وبالتالي هو يحرج الولايات المتحدة الأمريكية، هو يذهب باتجاه جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب لا تريدها أمريكا، وتحديدا في هذه المرحلة بالذات. وهذا يظهر أن السيد بلينكين والإدارة الأمريكية هي لا تريد من هذه الزيارات سوى تغيير وجهة الرأي العام في أمريكا، وهي للاستهلاك الداخلي، خاصة أنهم مقبلون على انتخابات تضرر قبلها الحزب الديمقراطي كثيرا نتيجة دعمه اللامحدود للعدوان على الشعب الفلسطيني وقتل أطفال ونساء شعبنا وتدمير قطاع غزة تقريبا بشبه كامل. برأيك أستاذ عبد الفتاح، هل ستقبل الولايات المتحدة أن توصف هذه الزيارة أيضا وهي الزيارة الخامسة بأنها زيارة فاشلة، فشلت فيها الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل بقبول هذه الصفقة؟ لأنه توقعات كثيرة تشير بأن إسرائيل ستقوم برفض هذه الصفقة وستقوم كعادتها بوضع عراقيل أمامها. سيدتي، يعني قبل أن يأتي بلينكين بأيام قليلة كانت هذه الإدارة الأمريكية قد تلقت إهانات من قبل المتطرف ابن كفير، والذي يعني أدان دور أمريكا الساعي إلى وقف العدوان، وهي التي قدمت للعدوان وقدمت لمنظومة الاحتلال كل أشكال الدعم منذ احتلالها لبلادنا، وحتى اليوم لم تبخل عليها الولايات المتحدة الأمريكية بكل أشكال الدعم، ورغم ذلك تلقت إهانات وجاء. وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإن الولايات المتحدة تقبل وتتقبل كل شيء رغما عما تتلقاه من إهانات، ورغما أن الموقف الذي يعلن عنه نتنياهو وحكومته ربما يكون مغايرا مع مطالب الزيارة، لكن وإن فشلت الزيارة، إن كان الفشل بسبب الاحتلال ستقبل به الإدارة الأمريكية، لكن لو كان الفشل بسبب أي أحد منا لقالت أن الفلسطينيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن فشل هذه الاتفاقات، وبالتالي الأمر لدى الاحتلال ومن ثم لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها في التعاطي مع الاحتلال وجرائمه ومع حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسعى بشكل جدي إلى تحقيقها. أستاذ عبد الفتاح، يقال بأن الجانب الفلسطيني أو
حركة حماس وضعت الكرة بملعب الجانب الإسرائيلي. لماذا يماطل الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة بالإعلان رسمي بقبول هذه الصفقة أو رفضها؟ لأن رد الفلسطيني كان حاضرا، حتى أن الجانب الأمريكي قال بأن هناك ملاحظات صحيح في الرد الفلسطيني ولكن يفتح مجال للنقاش. إذا لماذا تأخر الرد الإسرائيلي؟ نعم، مهم. كان نتنياهو وحكومته يراهنون على أن حركة حماس لن تقبل الاتفاق، على اعتبار أن السقف الفلسطيني كان عاليا، إذ لم يعد الأمر يتعلق بمجرد صفقة تبادل الأسرى رغم أهميتها أيضا بالنسبة لنا كفلسطينيين، لكن هذا كان عندما كان العدوان في بدايته، لكن ونحن في الشهر الخامس وقد قتل هذا الاحتلال ما يزيد عن 30,000 شهيد ودمر قطاع غزة وارتكب بحق الشعب الفلسطيني أبشع المجازر. بالتالي صار السقف الفلسطيني أعلى وصار المطلب والشرط أعلى، وبالتالي راهنوا أن ترفض حركة حماس هذا الاتفاق لأنه لا يلبي الشروط الفلسطينية. وعندما وافقت حركة حماس على الشرط عادت الكرة إلى ملعب الاحتلال فرفضوا هذا الاتفاق لأنهم أعلنوا صراحة هم ماضون في عدوانهم، الآن يعدون العدة باتجاه رفح، وهم أعلنوا لن نتوقف عن في حربنا، وهم قالوا لن نقبل بقيام دولة فلسطينية. رغم أن حماس أبدت مرونة في الاتفاق ونحن فلسطينيين نقول أننا لا نريد أي حلول مجتزأة على المرحلة، يجب أن تكون مرحلة حل شامل يبقي على الرابط الجغرافي والسياسي ما بين غزة والضفة بما فيها القدس، وأن يكفل هذا الحل نعم يبدأ بوقف العدوان ويكون من خلاله تبادل أسرى ويكون إدخال مساعدات ويكون إنقاذ القطاع وانسحاب منه، لكن لا يجب على أي اتفاق ألا ينتهي بانتهاء الاحتلال وبإقامة الدولة الفلسطينية. أستاذ عبد الفتاح، وفقا وبالنظر إلى الأسباب ربما والمخاوف التي يصفها البعض للجانب الأمريكي من تبعات استمرار هذا الصراع واتساع رقعته، هل الولايات المتحدة معنية للوصول إلى معادلة يمكن فيها الاتفاق بما يرضي الطرف الإسرائيلي وبما يرضي الطرف الفلسطيني، وما هي حدود تنازل الجانب الإسرائيلي ليتم الإعلان عن الموافقة الرسمية والمضي قدما في هذه الصفقة؟ يعني سيدتي، الاحتلال وحكومة الاحتلال لا تتنازل في أي شيء، هي من تشن عدوان علينا وهي من تعتدي على حقوقنا، وبالتالي عندما تقبل أي اتفاق حتى وإن كان بشروط فلسطينية عالية هي لن تخسر، نحن من خسرنا، وبالتالي نحن ما كسبنا على صعيد حقوقنا ومستقبل وجودنا في بلادنا، لكن هم مكاسبهم سيحظوا بالأمن والاستقرار والسلام، وليعلموا جيدا أن العقلية العسكرية وهذه المجازر وهذا الدمار الذي حدث لا يمكن أن يمنح الاحتلال أمنا ولا استقرارا إن لم يحصل الشعب الفلسطيني على أمنه واستقراره ودولته. أمريكا تقبل إن كانت كما قلت إسرائيل تقبل، وأيضا بما لا يوتر الأوضاع، لربما أمريكا اليوم لا تريد أن تقوم إسرائيل باحتلال قطاع غزة من جديد أو السيطرة على فيلادلفيا أو الهجوم على رفح وما قد يسببه ذلك من تهجير قسري، وهي لا تريد أن يتوسع الصراع إلى خارج فلسطين ولا تريد أن تخوض حربا في هذه المرحلة بالذات، ولذلك هي تريد أجواء مناسبة ومستقرة تدخل فيها الانتخابات بصورة أنها قدمت كل ما يجب أن تقدمه لوقف العدوان ولإغاثة الشعب الفلسطيني ولإقامة دولة فلسطينية. يعني هي لم تظهر أي جدية حقيقية في ذلك، وقد سبق زيارة بلينكين بأيام تصويت مجلس النواب الأمريكي على حظر منظمة التحرير من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأمر لدى إدارة بايدن والإدارة الأمريكية وعلى مدى استعدادهم لإجبار الاحتلال بقبول هذا الاتفاق والانسحاب ووقف العدوان عن شعبنا. من رام الله الأستاذ عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، شكرا جزيلا لك.